السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. واليوم إن شاء الله غادي ندير معكم الامتحان الموحد المحلي للسنة السادسة من التعليم الابتدائي دورة يناير 2023، امتحان مادة الرياضيات. لأن درت معكم مجموعة من الامتحانات اللي كتخص اللغة الفرنسية، الاجتماعيات، التربية الإسلامية، كذلك النشاط العلمي. واليوم إن شاء الله غادي نديرو مادة الرياضيات. إذا تبعوا معايا غادي ندرسوا جميع المجالات الرئيسية ديال الرياضيات. نبدأ بالمجال الرئيسي الأول، الأعداد والحساب، اللي عليه 13 نقطة. تابعوا معي. دان المجال الأول الأعداد والحساب، ضع وأحسب العمليات التالية. إذا غادي نحاول نحسب هذه العمليات. هادو عندي عمليات الجمع، هنا عندي عملية الطرح، عملية الضرب، وعملية القسم. بالنسبة نبدأ بعملية الجمع. إذا 276.95 زائد 85، إذا 85 عدد صحيح، إذا 85.0، هكذا وسأجيب عن السؤال. إذا 5 زائد 0 5، 9 زائد 0 9، أضع الفاصلة، 6 زائد 5 11، اكتبوا 1 واحتفظوا بواحد، 1 زائد 7 8 زائد 8 16، اكتبوا 6 واحتفظوا بواحد، 1 زائد 2 3 هي 361.95. بالنسبة لعمليات الطرح، إذا نكتبوا 157 هو العدد الأول، ناقص نديرو 86.74، إذا 6 9 اكتبوها تحت الوحدات، 86.74 هنا .00، أنجزوا العملية. إذن 0 ناقص 4 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1، إذن 10 ناقص 4 6، 0 ناقص 8 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1، 10 ناقص 8 2، أنزل الفاصلة، 7 ناقص 7 0، 5 ناقص 8 لا يمكن، أضيف 10 أنزل 1، 15 ناقص 8 تساوي 7، 1 ناقص 1 يساوي 0، والجواب هو 70.26. الآن بالنسبة لعمليات الضرب، العملية ديال الضرب، 472 مضروبة في 0.36. إذا نحاولوا نديروا هذه العملية ديال الضرب. إذا نبداو ب 6 في 2، 6 في 2 يساوي 12، اكتبوا 2 واحتفظوا بواحد، 6 في 7 يساوي 42 زائد 1 43، اكتبوا 3 واحتفظوا بواحد، 6 في 4 يساوي 24 زائد 4 28، أضعوا نقطة، 3 في 2 6، 3 في 7 21، اكتبوا 1 واحتفظوا ب2، 3 في 4 12 زائد 2 14، وهنا أضع نقطة، 0 في 0 0 0 0، ثم أجمع، 2 هنا 9 هنا 9 هنا 6، وهنا 1، وأضع الفاصلة، لدي رقمين بعد الفاصلة، إذن أضع الفاصلة هنا، 169.92 هو الجواب الصحيح. الآن عمليات القسمة، وهنا عندي عملية قسمة عدد عشري على عدد صحيح طبيعي. إذن 61.50 غادي نقسموها على 25. لدي رقمان في المقسوم عليه، أخذ رقمان من المقسوم. إذا 61 كم فيها من 25؟ فيها 2، 2 في 25 تساوي 50، وأطرح 1 ناقص 0 1، 6 ناقص 5 1، ثم الفاصلة سأضعها في الخارج وأنزل 5، 115 كم فيها من 25؟ فيها 4، إذا 4 في 25 تساوي 100، 115 ناقص 100 تساوي 15، أنزل ماذا؟ أنزل 0، 150 كم فيها من 25؟ 150 فيها 6، إذن 6 في 25 تساوي 150، و 150 ناقص 150 تساوي 0، نعم، إذن والجواب هو 2.46، جواب ديال القسمة. نمر الآن إلى السؤال الثاني، انتبهوا معي. إذن السؤال الثاني، حدد قواسم العدد 28 والعدد 12. إذن قواسم العدد 28 نبدأ، 28 يقسم على 1، يقسم على 2، كذلك على 4، ثم على 7، ثم على 14، ثم على 28. نقول 1 في 28 تساوي 28، 2 في 14 تساوي 28، 4 في 7 28، 7 في 4 28، 14 في 2 28، 28 في 1 28. قواسم العدد 12 الآن، إذن توا 1 2 3 4 6 و 12.
لماذا؟ لأن 1 في 12 يساوي 12، 2 في 6 يساوي 12، 3 في 4 يساوي 12، 4 في 3 يساوي 12، 6 في 2 يساوي 12، و 12 في 1 يساوي 12. السؤال الثالث الآن اللي عنده علاقة بالأعداد الكسرية، وهو سؤال باللغة الفرنسية. كالكول لا فالور دو أ، إذا نحدد القيمة ديال هاد أ، شحال كتساوي؟ إذا 2 على 3 زائد 5 على 4 مضروب في 1 على 5. إذا هنا عندي في القوسين عندي تعبير بالأقواس، نعم فيه الضرب والجمع، ما نسبقوش الضرب لأنه عندي الأقواس، إذا نسبقو ما بداخل الأقواس. ما بداخل الأقواس عندي الجمع ديال عددين كسريين لهما مقامان مختلفان، يعني نوحدو المقام. هنا غادي نوحدو المقام ب 12، 4 في 3 هنا زائد، لا هنايا 3 في 4، انتبهوا معايا، هنا 3 غادي نضربوها في 4، وهنا 4 غادي نضربوها في 3، إذا 3 ضربتها في 4 كذلك 2 خصني نضربو في 4، هنا 4 ضربتها في 3 كذلك 5 خصني نضربها في 3، ونسود القوس ونضرب كلشي في 1 على 5 يساوي، حل القوس عاوتاني، إذا هنا غتولي 12 زائد هنا 12 في المقامين، 2 في 4 8، و 5 في 3 يساوي 15 مضروبة في 1 على 5، نعم يساوي، إذا هنا نحتفظ بالمقام موحد ونجمع البسطين، 15 زائد 8 تساوي ماذا؟ 23، 23 على 12 مضروبة في 1 على 5، نعم 23 على 12 مضروبة في 1 على 5، إذا هذه كتساوي ضرب عددين كسريين البسط في البسط والمقام في المقام، إذا 23 مضروبة في 1 و 12 مضروبة في 5 هي 23 على ماذا؟ على 60، لأن 12 في 5 كتساوي 60، وهنا عدد ما يمكنش نزيدو نختزلو. صافي، اذا غندوزو الان للسؤال الثاني، يعني المجال الثاني اللي كيخص المساله. ذهب فلاح الى السوق ومعه مبلغا قدره 10000 درهم، اشترى 6 خرفان بثمن 1250 درهما للخروف الواحد، ما هو المبلغ الذي بقي عند الفلاح؟ اذا واحد الفلاح مشى للسوق وعنده 10000 درهم، عنده مليون، وبغى يشري وشرى عفوا 6 ديال الخرفان، شراهم بثمن ديال 1250 درهم لكل خروف، يعني 25000 ريال لكل خروف. دابا السؤال كيقول لك شحال بقى لهذا الفلاح ديال الفلوس. اذا اولا خصنا نحددوا ثمن 6 خرفان، اذا اولا نحدد ثمن 6 خرفان، علما ان ثمن كل واحد هو 1250 درهما. إذا باش نحددو واش غنديرو، غنديرو 1250 غادي نضربها في 6، صافي 1250 غنضربها في 6 غادي نحصل على ماذا؟ غادي نحددو هاد العملية هنا عموديا، 1250 مضروبة في 6، 6 في 0 0، 6 في 5 30، اكتبوا 7 احتفظوا ب 3، 6 في 2 12 زائد 3 15، اكتبوا 5 احتفظوا ب 1، 6 في 1 6 زائد 1 7، إذا 7500، إذا 7500 درهم اللي هو الثمن او المبلغ اللي خلصوا هذا الفلاح عند شرائه 6 خرفان. اذا المبلغ المتبقي هو ده، المبلغ المتبقي اش غندير؟ غندير 10000 درهم اللي هو المبلغ ديالو اللي داه معاه، ناقص 7500 درهم اللي هو المبلغ ديال الخرفان اللي شرا به الخرفان، هذا الشيء غادي يساوي لي، غادي يساوي 2500 درهم. إذا 1500 درهم هو المبلغ المتبقي له، يعني 50000 ريال هي المبلغ اللي شيط. ندوزو الآن إلى مجال آخر وهو مجال الهندسة. ندوزو الآن المجال الثاني وهو مجال الهندسة، انتبهوا معي. إذا رابعا المجال الثاني الهندسة، أنشئ مستقيما دي يمر من النقطة A ويوازي المستقيم دي مستعينا بالأدوات الهندسية المناسبة. شو غادي ندير؟ غادي نحاول نرسم واحد المستقيم دي غادي يكون موازي، إذا هذا غادي يكون دي اثنان، نرسم واحد مستقيم دي اثنان غادي يمر لي من هذه النقطة وغادي يكون متوازي، يعني متوازي مع دي واحد، يعني مستقيمان لا يلتقيان. غنحاول نستعمل الأدوات الهندسية، الأدوات الهندسية نبدأ أولا باستعمال الكوس، هكذا غنرسم العمودي على هاد المستقيم، أنا نقول لكم علاش غنرسم العمودي، إذا غنرسم العمودي، أنا رسمت العمودي، دابا غادي نرسم العمودي على العمودي، والمر من النقطة أ، هكا، إذا هذا هو المستقيم ماذا؟ دي اثنان.
إذا المستقيم دي اثنان ماله متوازي مع المستقيم دي واحد. إذا سمحوا لي أحسب لي شغلت الكاميرا ولكن ما كانش مشغلة. إذا غادي نعاودو. إذا هنا هذا مستقيم دي اثنان متوازي مع المستقيم دي واحد. إذا رسمت العمودي ومن بعد رسمت العمودي على العمودي في النقطة أ. بالنسبة للسؤال الثالث، السؤال الثالث أنشئ مستقيما دي ثلاثة يمر من النقطة ب وعمودي على مستقيم دي أربعة مستعينا بالأدوات الهندسية. استعنت بواحد المثلث هكذا، وصلت العمودي بشكل عادي جدا، ثم طولت المستقيم ورسمت دي ثلاثة، حيث أن دي ثلاثة متعامد مع المستقيم دي أربعة ويمر من النقطة ب فقط. بالنسبة لرابعا، رابعا إذا حتى هذا السؤال هذا عاد في طنط للأسف. السؤال الرابع شنو درت؟ إذا أولا رسمت مستقيم AB هكذا باستعمال المسطرة، إذا AB درت فيها 5 سنتيمتر، من بعد AB 5 سنتيمتر، من بعد BC رسمتها بدون أي شرط، لأنهما قالوا ليش هنايا مثلا الزاوية B شحال فيها ولا شي حاجة، رسمتها بدون إشكال 4 سنتيمتر هنا BC، ومن بعد استعملت البركار باش نرسم النقطة الرابعة ديال متوازي الأضلاع، حسبت من B للC هكذا وجيت من A ودرت قوس، وحسبت من A لB وجيت من C ودرت قوس وحصلت على النقطة الرابعة اللي هي نقطة D. نعم الآن ندوزو للمسألة الثالثة، انتبهوا معي، المسألة الثالثة متعلقة بالحجم، لأن أراد هشام معرفة حجم خزان ماء على شكل متوازي المستطيلات الشكل أسفله، فملأه بواسطة برميل حيث سعة كل برميل هي 200 لتر. إذا هاد هشام بغى يعرف الحجم ديال واحد الخزان ديال الماء اللي الشكل ديالو عبارة عن متوازي المستطيلات، وبغى يملؤو بواسطة براميل، بواسطة ديال البراميل اللي السعة ديالها 200 لتر لكل برميل. سؤال ألف، لاحظوا السؤال ألف، أحسب حجم هذا الخزان علما أن A يعني طول المستطيل 4 متر، وB اللي هو عرض المستطيل اللي هي القاعدة، فC اللي هو الارتفاع. إذن هنا غنحسبوا الحجم، المطلوب هو حساب الحجم. إذن V يساوي ما يساوي؟ يساوي A في B في C اللي هي 4 متر في 2 متر في 3 متر مضروبة. نعم إذن 4 في 2 8، 8 في 3 يساوي 24، إذن 24 متر مكعب. دوزوا الآن للسؤال الراء، دوزوا الآن السؤال باء، كم من برميل يحتاج أو احتاج هشام لملء هذا الخزان؟ شحال من برميل؟ إذن شحال من برميل غادي يحتاج؟ إذن أولا غادي نحاولوا هذا 24 متر مكعب نحولوها للتر اللي كتساوي 24 ألف لتر. نعم وديك الساعات هذا 24 ألف لتر غادي نحاولوا نقسموها. إذن نحاولوا نقسموها علاش؟ غنقسموها على 200 السعة ديال كل برميل ديال 200 لتر، ملي غنقسموها غادي نحصلوا على 120 120، إذا 120 برميلا، إذا لكي يملأ هذا السهرج. إذا غادي ندوزوا الآن سؤال آخر في المجال الرئيسي الثالث اللي كيخص القياس، وهنا جدول التحويلات، انتبهوا معي. حول القياسات التالية إلى الوحدة المطلوبة. إذا من طبيعة الحال باش نجزو هاد التمرين خصنا جدول التحويلات. إذا التحويل الأول 5 كيلومتر 700 متر غادي نحولوها للهكتومتر. إذا غنستعملو جدول وحدات قياس الأطوال اللي هي هذه 5 كيلومتر 5 كيلومتر غادي نحولوها إلى الهكتومتر. انتبهوا معي، إذا الهكتومتر هي هذه، إذا 50 هكتومتر، ثم 700 متر، إذا 700 متر ها هي 700 متر غادي نحولوها إلى الهكتومتر كذلك، ثم نجمعو، إذا 0 0 هنا نزيل الفاصلة 7 5، إذا هي 57.00 اللي هي 57، الجواب هو 57. ثانيا 45.91 سنتيمتر مربع ديسيمتر مربع. إذا هنا فقط هذا الجدول هذا غادي نقسموه على جوج، لأن هذا كل خانة غادي نحاولوا نقسموها على جوج. انتبهوا معي، كل خانة غادي نحاول نقسمها على جوج هكذا، ونجري التحويل ديالي بلا ما نرسم جدول اخر هكذا بهذه الطريقه هذه. اذا هنا غتكون الكيلومتر مربع، هنا الهكتومتر مربع، هنا الديكامتر مربع، هنا المتر مربع، هنا الديسيمتر مربع، هنا السنتيمتر مربع، هنا المليمتر مربع. ثم غادي نحولوا داك التعبير ديالنا 45.91 سنتيمتر مربع، 45 هي 45.91 سنتيمتر مربع، دائما الفاصلة اللي كتعطينا الوحدة
ثم غادي نحولها الى ماذا؟ الى ديسيمتر مربع، كذلك الى وحدات ديسيمتر مربع. اذا نحيدوا الفاصله ونضيفوا الفاصله، نضيفوا صفر هنا. اذا 0.4591 0.4591 ماذا؟ ديسيمتر مربع. ندوزوا الان الى 0.35 متر مكعب. متر مكعب شحال فيها من لتر؟ اذا العلاقه ديال الحجم والسعه، اذا هنا عندنا الجدول ديال الحجم والسعه. 0.35 متر مكعب، 0.35 شحال؟ لا هذه سنتيمتر درتها انا، هي 0.35 هي عفوا 0.35 سنتيمتر متر مكعب. نحودوها نحولوها الى اللتر، فين هو اللتر؟ اللتر هو هذا. اذا غنحيدوا الفاصله ونضيفوا صفر، اذا هي 350 لتر، 350 لتر. الآن وحدات قياس الكتل 57.9 هكتوغرام 30 ديكاغرام شحال فيها من كيلو غرام؟ انتبهوا معي، إذا غنستعملوا هذا الجدول هذا. نعم، إذا 57.9 هكتوغرام، 57.9 هكتوغرام، غنحولها إلى كيلوغرام، حيدوا الفاصلة ورجعوها هنا، هي كيلوغرام. ثم 30 ديكاغرام، هي 30 ديكاغرام، نحولها إلى الكيلوغرام ثاني. عفوا هنا عندي واحد الخطأ، إذا هنا 30 ديكاغرام ما كتكتبش هذه الطريقة، هذه 30 ديكاغرام، هذه 30 غرام، 30 ديكاغرام هكا، انتبهوا معي، 30 ديكاغرام ها هي. إذا بحيث كتجي هكا بهذه الطريقة هذه، 9 + 0 = 9 هكا 9، وهنا 7 + 3 كتساوي 10. اكتبوا 0 واحتفظوا بواحد، كتجي هنا 6.09، 6.09 هو الجواب الصحيح. اذا 6.09. 512 ميجا اوكتي شحال فيها من جيجا اوكتي؟ اذا هذه وحدات قياس سعه التخزين الرقمي. اذا 512 جيجا ميجا اوكتي، 512 ها هي ميجا اوكتي، شحال فيها من جيجا اوكتي؟ فيها 0.512 جيجا اوكتي، 0.512 جيجا اوكتي. نعم، ندوزو المسألة الثالثة اللي درناها في هذا الامتحان. عند سعيد ثوب طوله 200 متر، إذا عنده واحد الطول ديال واحد الثوب 200 متر، باع منه 25 مترا في الصباح و40 مترا بعد الزوال. باع منه 25 متر في الصباح و40 متر بعد الزوال. ألف، احسب طول الثوب الذي باعه سعيد. إذا الثوب الذي باعه سعيد طول ديالو ساهلة، غنديرو 25 متر زائد 40 متر صافي، اللي هي 56 أولا 65 متر. هذا هو طول الثوب اللي باعه في هذا اليوم هذا. باء، أوجد طول الثوب الذي بقي عنده بالديكامتر. الثوب الذي بقي عنده بالديكامتر غادي نحسبوه، إذا أولا غادي نحسبوه بالمتر، ثم غادي نحولوه إلى الديكامتر. إذا غنديرو 200 متر اللي هو الثوب اللي عنده، ناقص 65 متر اللي هو الثوب اللي باعه في ذاك النهار، كتساوي لي 135 متر. هاد 135 متر شحال فيها من الديكامتر؟ الى مشينا للجدول ديال وحدات قياس الاطوال، اذا غنحاولوها باستعمال جدول وحدات قياس الاطوال. شحال عندي؟ 135 متر، 135 هي 135 متر، شحال فيها من ديكامتر؟ فيها 13.5، اذا 13.5 ديكامتر هو الثوب الذي بقي معه. نعم، ندوزو الان الى سادسا تنظيم ومعالجة البيانات. قام 4 شباب برفع اثقال بقاعة الرياضة كما هو مبين في المخطط بالاعمدة جانبه. اذا مخطط بالاعمدة عندنا بعض الشباب رفعوا الاثقال، هنا عندنا فريد، عمر، خالد وعلي، هنا عندنا عدد الكيلوغرامات المرفوعة. السؤال الاول، نظم معطيات المخطط بأعمدة في جدول اسفل. اسم الشاب هما هادو وعدد الكيلوغرامات. فريد شحال هز من كيلوغرام؟ فريد لاحظ 120، إذا 120 كيلوغراما. عمر 140 كيلوغراما. ثم خالد 125 كيلوغراما. ثم علي 135 كيلوغراما، انطلاقا من مخطط بالأعمدة. ثانيا، ما اسم الشاب الذي حمل أكثر عدد من الكيلوغرامات؟ كنا هو الشاب اللي رفع عدد أكبر من الكيلوغرامات هو عمر، أن لاحظ المخطط ديالو هو اللي طويل فيهم 140. هو الشاب عمر الذي رفع 140 كيلوغرام. إذا وبهذا غادي نكون كملت هذا الامتحان الموحد على صعيد المؤسسة دورة يناير 2023. كنتمنى لكم كل توفيق والنجاح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.